لينا نجيب الريحاني، بقالنا 15 سنة ما تقابلناش. ايوه كده لازم. انا هذا في حفلة كبيرة قوي قوي كده، شفنا بقى بتاعني بقى 15 سنة، مش معقول. انا مبسوط، انا فرحانة جدا 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 يا صحية حبيبتي. حبيبتي الحمد لله الحمد لله. بس انت لسه زي ما انت، زي ما شفتك من 15 سنة، نفس الرشاقة ونفس الجمال. ايوه بصي يا صهية، لا لا خمس عليا خمس عليا خمس عليا، لا 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 بس كده. بتعملي ايه قبل ما نتكلم عن نجيب الريحاني؟ انت بتعملي ايه عشان تحافظي على نفسك كده؟ انا ما اسمحش نفسي كده اغير، ما انا اعمل ايه غصب عني كده. الاكل ابص الاكل قوي قوي كده كده، اخر حاجات كده على طول، ما فيش رجيم. انا ما مش بعمل رجيم، بس انا باكل بسيطه كده زي العصفور. وبعد كده طبعا رياضه يا ناس، بتعوم. رياضه بتعوم في الصيف وفي الشتاء في ال... يا نعم كده في ليه في الشتاء كمان، علشان هما يسخنوا الميه. حلوه كده بقى الميه سخنه جميله كده في الشتاء. خدت ميداليتين ده؟ خدت السنه اللي فاتت، خدت ميداليتين تبي، والسنتين قبل كده ميداليتين فضي. انا ما بحبش اسال حد عن سنه، بس انت بتقولي دايما عندك 85 سنه. انا 85، انا ماشي في 86. امال ما كده شاء الله، نمسك الخشب. انا كده انا كده. ان طيب شاء الله. نقول ايه للستات علشان يبقوا كده في السن ده بالحيويه دي؟ ما يعني لازم يبتدوا من بدري، ولازم هم عارفين حاجه، بعد سن ال30 العضلات كلهم بيقلوا يقلوا 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 كل سنه 1%. يعني انا كنت نايمه على الرغي، ما كنتش عارف، عرفت ده دلوقتي. فدلوقتي 40% من العضلات راحوا مني كده عوانطه. فدلوقتي طبعا احاول جامد جدا اعمل اكسرسايز كده بالحديد وبالحاجات التقيله، علشان ده مهم جدا. يعني غير السباحه وغير الرياضه عموما، ده مهم قوي كده، عشان بس عشان العضلات يرجعوا تاني. انا لا لا لا، انا مش مبسوطه من نفسي خالص. يعني كمان شكلي يعني يمكن كده حلو، لكن معقول يعني كده، بس برضه لسه لا جميل، يعني 5 كيلو ناقصين. يعني كمان 5 كيلو، عايزة تخسي كمان 5 كيلو. كمان 5 كيلو دلوقتي. من بصي بقى نقول لك ايه، من 3 شهور، بس انا من شهرين انا كنت بره في المانيا، وعملت تيست، عملت تحليل، وشاف يعني السكر على حروق روك، يعني لسه مش في سكر على حروق روك. وانت ليه عرفتي مصطلحات زي الحروكرك دي منين؟ على ما حبيبتي من عندنا، ما انا من بحري، يعني مش من شبرا، من بحري، من بحري من وبالحمام. بحري كده. لا انا بقول لك بقى ان يا، وبعدين على حروقك ليه؟ عشان طبعا انا كنت في المانيا، وطبعا الشوكولاته الحلوين هوب هوب هوب، حلو حلو. بس انا كنت شوكولاته كتير، شوكولاته وبسكوت بشوكولاته، فعلا. يوم تاني انا بطلت اي سكر اي حاجه، لان ما فيش سكر خالص. والصب انا كنت يعني توستيه، بس مربى ايه عليه، مربى كتير. فانا خلصت برطمان مربى، يعني انت اعتزلت السكر. كله برافو. كل يعني سكر دلوقتي مثلا. دلوقتي بصي انا عندي لسه كحك بتاع، لقيت يعني مسموح لي انا 1 أو 2 في يوم، شويه حاجه حلوه كده، او مثلا شويه عجوه كده، شويه عجوه بس هو ده الحلوه بتاعتي. بس ولا مربى ولا طبعا حاجات تانية خالص. طيب بنت لازم بنت سكر. نجيب الريحاني بصي اتجوزت. بقى بصي سيبك تروح متجوز، واحد لازم يبطل بقى السكر والعيش، مش العيش يعني المكرونه والرز، مش لازم. نص كيلو خضار كل يوم، نص كيلو خضار كل يوم. بس وسيبك من اللحمه والفراخ والحاجات دي، ده مش مهم قوي. انا اهو زي ما انا زي الفل، من غير لحمه من غير فراخ اي كده. برافو عليك. طيب طيب بنت نجيب الريحاني اتجوزت ازاي راجل صعيدي وكان بيغير عليكي ومخبيكي على كل والله حاجه؟ خالص. طب انا ساسكه خالص، ساسكه خالص، انا مش عارفه حاجه عن اي حاجه كان عندك كام سنه؟ يعني 21. 21. شفتيه فين؟ شفتيه في في القاهره؟ القاهره، فين بقى؟ في معرض كده كان فيه هو صاحبه كده، كان مخطوب صاحبه، مش صاحبه، قريبه قريبه، كان محتاج حاجة. ده معرض كان في جزيرة، مطرح الأوبرا دلوقتي، في كان في معرض في 50ات. وبعد كده كان في طبعا معرض عن إيه،
موجودة المعرض دلوقتي برضه، بس في حتة تانية بقى، المهم أماكن اتقابلته، أماكن وحاجات يعني بتاع المصانع يعني. كان عارف ان انت بنت نجيب الريحاني. لا لا ما قلتش أبدا، لا أبدا، خلاص أنا كده واحدة وخلاص. بس وبابا كان عايش لما انت اتجوزت ولا لا كان لا ميت؟ لا لا خالص، ما جاتش يا سهيل، ده توفى وعندي 11 سنة، 11 يعني أنا انت لسه ما كملتش 12 طب يعني انت شفتيه في حياتك من 9 سنين ل 12 سنة بالظبط تقريبا؟ كده. اه مع الأسف، اه مع الأسف، ومش على طول استمر يعني كده، زي ما صيف في باريس وفي الشتاء هنا. بس يعني دلوقتي طبعا أنا أقول مش كفاية أب، أنا كنت عايزة الأب على طول، وبالذات لما أنا يعني مش عارفة أقول لك إيه، لما هو توفى كده وعندي 11 سنة. يا سهير البنت دي لما تكبر، لما تكبر وتكبر يعني مش عارفة أسأل مين، ماما شديدة. ايه اكتر المواقف اللي كنت محتاجة بابا فيها وهو كان رحل وكنت حزينة جدا ان انتي مش لاقياها في المواقف دي؟ مواقف كتير انت، لا انا معلش، لما كان عندي مشاكل مع جوزي ما حدش ساعدني كده، ما حدش فهمني ايه الصح وايه الغلط وايه يعني. لا انا كنت خالص، كنت تايقة خالص كده في انا كنت عايزه كده هو يقول لي كده تعملي ايه. بس كده ده مهم. بس قبل كده اهو الحمد لله، قبل كده ما كنت صغيرة كده، أنا بفكر دلوقتي، بصي بقى أنا بفكر دلوقتي لما كنت صغيرة عملت أماعيل. عملتي ايه بقى؟ لا لا مش عم... لا 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 شقية لا 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 يعني؟ لا 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 شقية خالص، لا لا ربنا أو بابا كان بيعكسني، أعكسني ضروري ضروري خالص. لا 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 يعني ما كانش في دول، ما كانش في بابا كده وهو شافني كده لا كنت رحت هدية هدية خالص. دلوقتي أفكر أو عادي خالص، عادي خالص، كل حاجة عادية خالص، خط خطة خطة خالص. لكن زي ايه الحاجات الخطر لا اللي مش عملتيها؟ هنقول، شاطر. لا طيب مش هنقول، لا طب مش بيتقال هقدر دايما أسأل. ان بابا وماما كانوا يعني رايح جاي مش مع بعض طول الوقت علشان هو كان بيحب الستات لأنه يا عادي كده هو بيحب الستات. اه بس يعني انا ايوه، وهي كانت بتغير. ايوه بس ايوه كانت اه. مين الستات المصريات اللي هو كان بيحبهم هي كانت بتغير منهم؟ مين ما هم الممثلات؟ دول اللي فاطمه رشدي واخواتها، فاطمة رشدي واخوات واخواتها لما كانوا صغيرين يعني كانوا صغيرين لسه. وبديع مصابني. لا انه بديع سابني، لا 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 مش عشان والله كده اقول لك ايه، ما فيش حاجه بين بديع وهي هو يعني شغل بس. لا 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 بديع ما شاء الله كده كان انتهى يعني برضه كده لكن هي اصحاب مشكلة كتير. ماما كانت مع فاطمة رشدي. اه كان مع فاطمه رشدي واخواتها اتنين، مش عارف مين ومين يعني، في اتنين. اه فاطمه رشدي كان بتشتغل مع عنده طبعا. فاطمه رشدي جاي كده من زمان كده، البنات بيخرجوا من بيت من بيت بيتهم وعايزين يشتغل مسرح كده، انا سمحت كده. فدي عشان هم صغيرين يعني اقل عنها يعني شويه. لما اتجوزت كانت ماما عايشة؟ لما انا اتجوزت اه كانش اه اه يعني كانش انت عشت هنا في مصر من قد ايه؟ انا عشت هنا في مصر. يا اقول لك ايه، ما حدش بيصدق كده، احنا داخلين دلوقتي على، ولا انا داخله دلوقتي على 65 سنه 65 اه سنة. واكتر كمان يعني، يعني كده تقريبا اه. طيب يا قولي لي، انت نفسك في تمثال لنجيب الريحاني تعملي؟ اختي بقى ده تمثال، فكرتيني بقى، ما حدش أبرني خالص، انا مش عارفه اعمل ايه. وانا المشكله انا ما اعرفش حد، انا في حالي، فما اعرفش حد دي ولا دي ولا ده ولا ده، ما اعرفش. فانا الحل الوحيد اتكلم يعني كده في الكورنال وفي التلفزيون اتكلم، طب انت ولا حد رحت أبرني. مدرسة باب الشعرية وعملت ايوه مدرسة؟ باب الشرقية، انا حاجات من الحاجات اه طبعا، ما تخص باب الشرقية اه رحت هناك اه. وبعد كده شفت برضه كده ما تخصته، ما فيش حد يعني مش رحت هناك ليه؟ عشان كنت هناك اشوف من زمان طبعا، في اول القرن 20
كان هناك هو شوف شهاداته يمكن او صورته او اي حاجه كده هناك. اكتر فيلم بتحبيه لنجيب الريحاني؟ يعني كلنا مش بننسى شخصية الاستاذ حمام وهو مع ليلى مراد. استاذ حمام، هو تنسي الموضوع اللي هو اشتري الاسم حمام من السواق بتاعته ب 10 جنيه والله يعني الصواب بتاعه كان اسمه حمام، اسم حمام، اداله 10 جنيه عشان ياخد عشان ناخد الاذن الاول مش يلا بقى. فده ده احنا كنا فين يا سهى، كنا فين احنا، كنا مش احسن فيلم. كويس، وفيلم كبير، ويعني وفي ناس كتير موجودين، موجود في فيلم، لكن في احسن فيلم بالنسبه لي انا لعبة الست. لعبة الست طبعا. وبعدين ليه؟ عشان ايه؟ انتاج 46، و46 اول مرة انا شفته، فطبعا انا شايفه يعني كل مرة اشوف الفيلم شايفه هو معايا. خليه في كده وقت اعيط، مش عايزة اعيط، بس يعني بحبه جدا 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 خالص كده. يعني الفيلم ده انا خلاص شفته كذا مره. واستني بقى اقول لك، يا لازم اقول لك، طبعا الفيلم بتصور كده في البريموس في ميدان العطبه، العطبه كده هناك كده. فانا قلت اروح هناك، مش عارفه ليه كده انا بقول هناك ونحط صوته هناك عشان. وبعدين رحت هناك عند المسؤولين وكده، وبعدين سألت اللي بتاع الكاشير ده، البنت دي قولي لي بقى، عشان انا سمعت اللي في ناس لسه في بريموس بيسألوا على نجيب، هل فعلا المحل ده نجيب كان بيصور لعبة الست؟ قال لي ده هنا، فقلت بس كده، فلازم صورة نجيب هناك. فجبت صورتين يعني، واحد هما حطوا واحد الكيس وواخد في حته يعني برضه من فوق كده، يعني بعد ما اخذت الاذن من المسؤولين ولا من يعني كده. مبسوطه جدا 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 برضه، شوف كده كل ما نشوف حاجه بعمل، لكن ما حدش بيعمل لي حاجه. الطلب اتنين دلوقتي بس، وما حدش ما حدش مش فاهمه ايه المشكله ليه كده. يعني ايه انا ولا نجيب ولا في ايه، فين المشكله يا ناس؟ بليز بليز يا ناس.